اللغة العربية. أنا يعني كنت قبل سنة أتشرف بأني تلقيت دعوة لحضور القمة الأفريقية. المملكة العربية السعودية تولي اهتمام بالغ لعلاقاتها مع الدول الأفريقية، علاقات تاريخية تمتد على مدى قرون، في هناك روابط أسرية، في هناك روابط تجارية، في هناك روابط استثمارية وروابط تنموية. في عقد الستينات قام جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بجولة لعدد من الدول الأفريقية الإسلامية، ومنذ ذلك الوقت إلى هنا والمملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الشركاء للدول الأفريقية في مجال التنمية والاستثمار، ونحن نتطلع لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.